السلام عليكم البنات، عيدكم مبارك ان شاء الله، الصحه والسلامه كما تمنيتو يا ربي. المهم هذه حرمين العيد مبارك ان شاء الله، الصحه والسلامه. المهم هذه حرمين كيف نشارك نهار العيد من جديد وران اسوج دغار ريجي ان شاء الله يفاوينو رزنت كسر من غياضا. المهم كاد غا الصباح ان شاء الله، مهم اصلا قوا وانتشا شاور بدا، يعني كان صحه نزوج الفجاء. المهم نعرف شنو تجيب لنا اكسبعة يروحوا يزينوا الزوج ونش وكاغ سو يعني غاس نشان وارو دي حنجان وصافي زي السني سوج دغاسة من غيارة ما مش كيفة توران يسي غاس دارو دي جي مهم توا قيمة سري بيك بكي في بيستيدو ثني وغاس نبوي فسن قرطة مانجا. مهم البنات هذاك البيستيدو اللي شريتهم هذاك النهار ما عندهمش اليد حيت شوية البرد، قلت لها غادي ناخد واحد الربيكة وصافي شريتها وزيد واحد السروال ديال ولدي وصافي. كما تشوفوا دابا وجدت الكسوات ديال الدراري في نهار العيد، كما تشوفوا اليوم مع البنات وجدتهم الصباط ديالهم كلشي كما تشوفوا. المهم حنايا قلت لكم حيت ما نعسنا زوجنا الفجر، ومهم سحرنا ديالنا بحال ديما وصافي مع السبعه وهكذا راجلي مشى، قلت له علاش غادي نرجع نعس وصافي. ولادي حتى هما فرحوا ومهم فرقوا يعني بكري. المهم هذه حرام وصافي وجد غاسنا عروض نصن يعض غاسن ايوا صافي. المهم هذه حرامين قد ندير كريج نتيكا يا هذه كريج لي سكافي مش توالت افكي كنت شارك غا فيديو يا مهم بالنسبة للمقادير غاي لنا نتجارين كاس وغير كاس نسكوا كاس نزرش لجن فانيلي نسكوا شوية الليمون. المهم البنات بالنسبة للمقادير عندي هنايا جوج بيضات وعندي الكاس ديال الحليب الكاس ديال الزيت والكاس ديال السكر والفانيلي ديال السكر وشويه الليمون محكوك حامض وصافي. دابا غادي نطحن معكم وغادي نديروا معاهم واحد المهم البنات الولدي اللي غادي يطحن هو اللي غادي يدير الكيك هي وما. يلا دوما اوكي نغضت يا نخيو هلبا دوما بس مش ضايف كيكا هاي محمد هنا هاكا كنت هذي حرامين القهوة فاكري شتا يعني توقع حدا رخت المارة. المهم جي خدي ليمون تيشر المهم تنقع خو غاتسمو عاود تاني ليمون تيشر باش نسيك سمارة ريحة منين وصافي هكذا دي حرامين خو انا قناطة انا كيس كريمايا مش توارنت نزوق كيكة النغ. المهم البنات دابا غادي نزوق الكيكة ديالي كيما تشوفو، درتهم هذاك الكريمة مع النطا ودابا غادي نديرو فيه واحد فانيلي ديال السكر وغادي نديرو شوية ديال السكر عندك شوية ديال السكر. أنا غادي ندير غير معلقة ديال السكر ماشي بزاف وصافي. دابا غادي نطحنو
صافي شوف البنات المهم هذه حرامي انا قلت تسمع غديت كلشي ورجع الضاوي غناطا على لي صقه المهم خلطت كلشي نش غادي نشوف شويه صغير غادي ندير شويه الحليب البنات ما تنسوش شويه صغير هذه حرامي البنات غادي نديروا شويه الحليب كما تشوفوا حمد يسكر شوية نتاع نصف سيختد المهم البنات بارطاج معكم هذا الكيكه المهم كما تشوفوا جا ما شاء الله المهم شدات راسها مزيانه كما تشوفوا الزوق تاعها والتنشيه فريسه كما تشوفوا وصافي ديرتها بشويه بالنبيله في الثلاجه حيت بنتي كتعجبها الطاطي ديما كتقول لي ماما ديما كتقول لي غادي ندير شويه كسكسو وصافي تشوفوا المهم المهم خويا غنكسيسو لي فوا في حرامين غنعاود شويه تا مو ملاح غنحط في حرامين كيما شفتو من بعد المهم وصافي غنزيد شويه حجه وحده ان شاء الله المهم قالك تضي حرامين قالك غسل الحنيه يجيع مش تورانت زهره تغسل الحنيه تعجبها من الحنه يلا سيوني تعجبها الحنه جبدي نهاني الناس ورات مازيغ سيوني يتعجبها هي الحنه كانت 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 اواما البنات هي البنتي كما تشوفوا داتو الحنه كما تشوفوا اي لاف يو هنا هذا ده ايوا زيخ هاي لاف يو حنه نمت خصغ الحنه ايوا ان شاء الله يكون خير ان شاء الله المهم في حرمين نهار قدر عيد المهم كي غدا الصباح غادي خدينا دينا نضغ كفارة مش كي توارنت المهم سي سوق قيد فوا ايوا ان شاء الله يكون خير ان شاء الله يا ربي المهم هذا حرامين عقلك ضايقين ويوجد المهم قيم غا سي سوق غادي سوايا زينو في الساسوغ ان شاء الله الناس متجارين هاي الفطور ديالي كيما تشوفوا وجدت كلشي بقي لي غير كسكسو ان شاء الله غادي يجي راجلي ان شاء الله وغادي نحطو ان شاء الله كيما تشوفوا كنتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو ديالي وكنتمنىكم ان شاء الله عيد مبارك سعيد ماما تحرمي نقا كنسكسو كيوجد شفت ولا الفاكهه اوفالي شيش بابا ها هذا محمد هاك تعرفو زيد شمازي
هذو هذو الصدق من رقم الصدق هذيك هذو تشي واو واو هذا زيد زيد يلا بارفوم بارفوم ساسي دي ساسي دي الساعة الساعة ها قد زيد رجع هذا هذا زيد عدل زين عدل أوسع ها قم دوره ها زيد دوره ها زيد دوره هاي هاي تكسبار بوت ها زيد ها زيد زهر ها زيد ها زيد زهر ها زيد تكسبار بوت ها شوف يا ها كسبار بس مين ليش تسمع ما مقدري تد واو تو هذا تكسر هذا تكسر عجبك يا محمد؟ يا عجبك؟ يا راجع بابا اوك انا اوك دا ما ندير بخويا ني بي خويا ندير 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 واه راجع راجع اش قوينات هوي هوي او غادي او صافي وليت شي هذه منضه وني قيا بلاستيك بلاستيك هاودوني 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 واو مويا خرطني انزراني يا عمل هذا حد انتي انتي محمد انت ويزا محمد ماذا حد ها ماذا حد انتي ويزا اوكي زو اميرة أميرة 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 من هذا حد؟ عندي ويزا ملي كي كنت هكا ماما يتعينوهم شتوالات وغنروح غدر وسطينو ما شويش تي بشا بقيموخ وغالي غدا تقمو شويش تي بشا تروح لباي بشا بقيموخ وقت الحرمين وحد الباي وساكينة بشا بقيموخ المهم ما كتبش باش نجلس صافي المهم ما كتبش نجلس تما باش نفطرو المهم دابا غادي نحير الماكلة ديالي كيما تشوفو الآن ماما غادي ندير الماكلة الطاجين ديالي ان شاء الله المهم دابا غادي ندير شويه ملحه شويه زعفران باش تحير مزيان حيا ويسوم الخوكي غبايس البصل حيا عاوتاني شويه ديك البصل المهم البنات غادي نحيدو مع البصل كيما تشوفو المهم خا كي غنعطيها كي خش بحرامين خد جالي حيا شويه مليح واش بديت نقيمه نعاود ثاني شويه حرامين خا كي غداني انت كيضربخو قال اليوم طمعتيش ضرب الصوت الغريف بغيت نانا المهم الفوا كنت قاعد غطي لكم الفوا نقرا شويه الجوز وما البنات غادي نقلي شويه اللوز كما تشوفوا الجوزة دي حرامين خو نحيق شوية سمجة سقام سشرب وطيري تقمشي وينك ها المهم البنات دابا النهايه ديال الفيديو ديالي كنتمنى يعجبكم شاركت معكم اليوم العيد ديالي المهم دابا غادي نخليكم حتى شي الفيديو الاخر ان شاء الله وكنتمنىكم العيد مبارك سعيد ان شاء الله تعيدوا تعودوا ان شاء الله الصحه والسلامه وصافي البنات دابا غادي نخليكم المهم هذه حرامين هذا كان فيديو واني كنتمنى ان شاء الله داك تعجب شاركت كي كنت نهاري يكمل واشن فيديو نغني ان شاء الله قان قريب ان شاء الله قاعد وصافي الخوف ما تشاركش المقطع يوز دي جمزة ضو الضحة بارك الله يا رخارة تنتصمد ومزاي غان غذير بربرو قاضي حرامي